سعدنا بتجديد لقياكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم نور وبصائر. هذه الحلقة بناء على رغبة العديد من المشاهدين الذين طلبوا أن نخصص حلقة لموضوع مهم ومهم جدا، وهو كيف نحسن اختيار شريك الحياة قبل أن نقع في مطب. مع الأسف أننا نعيش الآن في حالة من الطلاق والتطليق من أجل الشقاق، يعني بعد ستة أشهر سنة وليس أكثر من سنتين أكثر من 30% من الزيجات تطلق. السبب أنه في البداية لم تكن هناك نقطة انطلاق ناجحة. فلذلك في هذه الحلقة سوف نؤكد على موضوع كيفية حسن اختيار الزوج وكيفية حسن اختيار الزوجة. انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: تنكح المرأة لأربع، لجمالها، لحسبها، لمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن المرأة الصالحة هي حسنة من حسنات الدنيا، وكذلك الرجل الصالح. هنا في هذه الحلقة نريد أن نسلط الضوء على هذا الموضوع. عندنا شباب اللي بغوا يبدأوا حياتهم الزوجية لكن حيرين، هناك حيرة. والمعروف أن هناك وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. يعني مع صلاة الاستخارة، مع الاستشارة مع ذوي الحكمة والاختصاص، ممكن أن تتحقق نوعا ما سير على الطريق الصحيح لاختيار شريك الحياة. لكن معنا في هذه الحلقة المتميزة فضيلة الدكتورة لفاطمة الكتاني، وهي معالجة نفسية وكذلك مرشدة، يعني تقوم بمرافقة نفسية لكل من يريد هذه المرافقة، ومنها كذلك المرافقة من أجل اختيار شريك الحياة. أهلا بك أستاذة الكريمة. الله يكرم. السؤال مطروح: كيف نستعد لاختيار شريك الحياة؟ باش الاختيار شريك الحياة باش يكون موفق، خصو يكون قائم على أسس، يعني يكون في تكافؤ مادي، تكافؤ اجتماعي، تكافؤ علمي، تكافؤ بين العائلات، لأنه الزواج هو عائلة بعائلة وليس شخص بشخص. فلذلك يجب أن يكون العائلة داخلة في الاختيار باش يكون الزواج موفق. والشرط الأساسي أيضا هو التقبل، يعني إذا حصل قبول بين الرجل والمرأة ممكن مع التكافؤ الموجود ممكن يتفاهموا من بعد على طريقة باش يعيشوا حياة زوجية سعيدة، لأنه مفروض كل واحد منهم مسؤول داخل العلاقة كيف ينجح هذه العلاقة. فهناك شروط باش يتفقوا عليها، شنو التوقعات الزوج من الزوجة، شنو توقعاتها هي من الزوج، باش يمكن لهم يوصلوا لزواج ناجح فيما بعد، لأنه هي شركة، هي شركة بين شخصين رجل ومرأة، ولكن الشركة هي ميثاق غليظ. فلذلك العلاقة الزوجية هي من أصعب العلاقات، هي علاقة صعبة لأنها تدخل في النسيج النفسي بعد الزواج، فبالتالي يعني هي علاقة يمكن لها تخرج عيوبي وتخرج محاسني. ومرات تتلقى عيوب الرجل مع عيوب المرأة وتتخلق مشاكل كبيرة. ومنين تتهم الرجل المرأة أنه هي اللي خطأ، والمرأة تتهم الرجل أنه هو اللي خطأ، إذن أي منهما لن يصلح نفسه. فبالتالي يعني خصنا ندخلوا للعلاقة الزوجية احنا عندنا توقعات انه ممكن تبان فيها مشاكل، ولكن هدفي اني كيف انجح هذه العلاقة وكيف اصلح نفسي داخل العلاقة. يعني اذا اكتشفت عندي عيب من العيوب، طبعا بحال قلت سابقا انه العيوب تتبان من الاستفزاز، عندما استفز وكون سريعة الغضب معناها شي حاجة مني ماشي هذيك خرجت، فاذا خصني نصلح نفسي والزوج يصلح نفسه. طبعا الزواج خصو يكون قائم على حسن الخلق وعلى الاختيار، اللي يكون المبادئ متفاهمين، ويكون على اختيار انه تكون متدينة وهو متدين، او يكون بجوج عندهم حسن الاخلاق، تختار على حسن الاخلاق ديالها ويختارها وهي تختاره من ضمن الاطار دياله. ما يمكنلوش ما عرفش هذا الانسان اختارها مثلا من مكان من الشارع، يعني تعرف عليها ولكن هو ما عرفش الاطار ديالها، او هي ايضا نفس الشيء. يعني الاسره دي جدا مهمه اللي هي جات، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب في المنبر قال: واياكم وخضراء الديمن. قالوا: يا رسول الله، وما خضراء الديمن؟ قالوا: من المراه الحسناء في منبت سوء. اذا معناته خصو يتعرف على الاسره كامله،
كذلك هي كيف قلتي زواج الأسر هي في الحقيقة ماشي زواج شخصي. كل من الرجل والمرأة داخل العلاقة الزوجية يمثل النظام دياله، هو أتى من نظام عائلي وهي أتت من نظام عائلي، فكل منهم يمثل النظام دياله. فلو كان النظام دياله فيه مشاكل بين الأم والأب، كان فيه مشاكل كبيرة، كان فيها نقاط ضعف كثيرة، مثلا هذا النظام لا يشبه هذا النظام نهائيا، أو ما يمكنش يندمجوا هذا النظامين يتفاهموا بيناتهم، فهذا الزواج محكوم عليه بالفشل. لذلك نقول نسيب أو الصهر، يعني ينصهر والنسيب يناسب. يجب أكيد. أن يكون هناك تناسب بين العائلات وفي في مستويات كثيرة، وهذا شيء مهم ضروري جدا. ضروري، لأنه أساساً باش يولي جدات وجدات وخالات وعمات، يعني هي عائلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خولوا لأبنائكم، يعني اختاروا لنطفكم. ومعروف أستاذة الكريمة دكتورة فاطمة كتاني أنه من حقوق الأولاد حسن اختيار الزوج وحسن اختيار الزوجة، هذا حق من الحقوق. تختار لهم الأم ديالهم وتختار لهم الأب ديالهم. صحيح. فإذا بحال اللي قلنا خص الاختيار يكون مبني على العقلانية أولا والتقبل. مرات كثيرة تكون العلاقة قائمة على قصة حب طويلة، لكن الحب مش هو الزواج. في كثير من المرات ممكن العلاقة الحب تنتهي بزواج فاشل، ليس بالضرورة. بعدين داخل العلاقة احنا تنهضروا على فترة الخطوبة. فترة الخطوبة هي فترة اختبار للطرفين، يعني بس المرأة تكتشف ممكن عن طريق زلات اللسان وعن طريق بعض الأشياء اللي تتبان تلقائية بعفوية، سواء عند المرأة عند الرجل، إذا ما ناسبت الطرف الثاني خصو يفهم أنه هذه الأشياء اللي ظهرت تلقائية هي الطبع دياله وهي اللي باش تبان دائما، وحتى بالنسبة للمرأة. نعم أستاذة الكريمة، يعني أنا تنسمع كثير من الشباب تيقول لك أنا ما صبتش المرأة اللي توال مني، وكذلك تفصفوا في الشابات لدرجة وصلنا لدرجة أن هناك عزوف عند الزواج. لا من طرف الرجال ولا من طرف النساء، تقولوا مثلا وصلنا لدرجة أن تكون فتاة من سن 40 فوق 45 سنة، يعني عندها ما شاء الله جميع مؤهلات الزواج، ولكن بقات يعني بدون زواج. السبب واش يكون عندها حالة نفسية تدفع الزوج أو ماذا؟ ربما هي مرات ما بقاتش ثقة كبيرة بين الرجل والمرأة. مع الانفلات اللي حاصل فما بقاتش الثقة، الرجل لا يثق في المرأة والمرأة لا تثق في الرجل، فالاختيار تيولي صعيب. فمرات الإنسان يتأخر عن الزواج لمعتقدات سلبية موجودة فيه. يعني ممكن يكون عنده معتقد سلبي، عنده خوف من الزواج، ربما عاشت مع أب وأم نموذج لعلاقة سيئة، فهي عندها خوف خصوصا الأم والأب، فتكون عندها خوف من الزواج، وبالتالي هي اللي تتفشل زواجها بيديها قبل ما يكمل، بلا ما تشعر، بدون ما تشعر، بدون وعي، لأنه عندها خوف داخلي. إذا هنا سؤال، واش ممكن مثلا هذا الإنسان اللي عنده جميع مقومات الزواج وما تزوجش سواء كان رجل أو امرأة يجي يشوف معالج نفسي؟ ربما يكون عنده إشكال ممكن داخلي. عادي لو هو حس أنه عنده مشكل ويمشي عند طبيب نفسي، لأنه غالبا الناس ما تتبغاش تمشي لعند معالج نفسي، ممكن تتهم أنه ديك شي سحور ولا عين ولا شي مسائل تتربطها بأشياء يعني غيبية ما كيناش ما واضحاش، فبالتالي تستمر في أنه هي لن تتزوج أو بالنسبة للرجل. بس أنا بعتقد أنه بالعلاقات الزوجية الأفضل ندخلوا الوالدين. من تيدخلوا الوالدين في الاختيار، مش غير الاختيار، في المباركة يعني قبل الزواج، تيكون يعني أفضل. ما تتبقاش العلاقة أنه تعرفوا على بعضياتهم في قهوة ولا تعرفوا على بعضياتهم في شي بلاصة مشي رسمية. بحال أنا يعني دائما تنسوا لهذا السؤال، فين تعرفتي عليه أو فين تعرف عليها؟ إذا في مجال عمل ولا مجال شي حاجة فرح يعني ولا عبر الشبكة العنكبوتية، حتى هذه في كثير من الزواجات فاشلة تضحك عليها وتضحك عليه، ربما غالبا ممكن ما ينتهيش زواج بالنجاح. هذا لأنه الوالدين من ترتاح هي لهذه البنت، فمعناتها في بداية زواج ناجح. سبحان الله. بحال اللي قلنا، لأنه هي علاقة عائلة بعائلة، وأهل الزوجين بعد الزواج داخلين بقوة، لأنه هو بيمثل نظامه ويتمثل نظامه، فإذا ما كانش عنده علاقة طيبة على الأقل علاقة احترام وتوقير للحما، وهو عنده توقير واحترام لعائلة الزوجة ديالو، راه هذا الزواج باش يكون فاشل. أستاذة الكريمة، مثلا في الدول يعني الأسيوية تنشوفوا كيف ما شاء الله تيكون عندهم واحد الرقي في التعامل ملي تيكونوا في الحجاز، يعني تيكونوا تيدربوا تقريبا سنة باش يكون عندهم هاد الكود ديال الحج أو ربما كود ديال السياقة، كذلك عندهم كذلك تدريب من أجل الإقبال على الزواج. إحنا ربما ما عندناش هذا التدريب. دورات للمقبلين على الزواج جدا مهمة. لأنه الزواج هي رجل والمرأة جنسان مختلفان أصلا، الرجل والمرأة، فإذا كان ما عرفتش المرأة تفهم شنو هو الاختلاف اللي بينها وبين الرجل، أو الرجل ما فهمش الاختلاف، تتوقع مشاكل كثيرة بسبب هذا الاختلاف.
يعني الرجل مثلا يشوف الامور يعني مباشر اكثر من المراه، المراه غير مباشره، فهنا هذا ممكن يسبب مشكل. الرجل من تيكون تحت الضغط ما تيهضرش، ما تيميل انه يجلس بوحده، تيميل انه يخرج مع الاصدقاء او يجلس حد التلفاز، ممكن المراه تفهم انه هو اهملها، تيوقع شجار. هي من تكون تحت الضغط تميل تتكلم كثيرا، هو تينزعج تيسكتها، من تيسكتها تتقول انه اهملني. هنا هي باغي غير يسمعها، هو تيعتبر نفسه باغي خصو يعطيها نصيحه. فهنا تتحصل مشاكل بسبب الاختلافات الموجوده بكثير امور بين الرجل والمراه. نعم، هناك كتاب اللي خذا واحد صدى كبير، ألفه إنسان يعني طبيب نفسي أمريكي، الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، وترجم إلى عدد كثير من اللغات. وقلت على أنه هذا الكتاب فيه شيء مهم جدا، ويعني تتعرف نفسية الرجل المرأة وكذلك الرجل يعرف نفسية المرأة باش هذا الاختلاف يمكن يتفهمه. كيف ذلك؟ يعني بعجالة، يعني هو بين أن المرأة تفكر غير طريقة تفكير الرجل، بحال الاختلافات الموجودة في الجسد راه موجود حتى اختلافات في طريقة التفكير والمنطق، وهذه الاختلافات الموجودة بين الطرفين تتسبب مشاكل كثيرة يومية، مشاكل عادية، مشاكل حتى طريقة الطلب. يعني المرأة من تطلب من الرجل شي حاجة، لو طلبت منه مثلا نفترض طلبت منه 100 درهم، لو قال أو بغت تخرج مثلا لمطعم قالت له هذه شحال ما خرجتيني ومنزعجة وهي تتهضر، تجاوب مع الانزعاج ديالها وتينزعج وما تيديرلاش اللي بغات. ولكن من تقول له انا بغيت نخرج اليوم، يعني هو تيبغي الطلب المباشر. فاللغه غير المباشره بالنسبه للرجل هي ماشي هي هذيك. الرجل مثلا مباشر، المراه عندها تفكير يعني يمكن لها تركز في اكثر من شيء في وقت واحد. هو لا، تيشوف مثلا في التلفاز ما يمكنلوش يركز معها هي. فممكن يحصل سوء تفاهم. ما تنتبه لهاش، ما تعطيهاش وقت. نعم. فهذه الاختلافات هي دورات كثير مهمة تكون جميل باش تعطي توعية شنو هي، من هو الرجل ومن هي المرأة، وكيفاش نكونوا مسؤول كل منا داخل العلاقة باش يبدل راسه وماشي يبدل الطرف الثاني داخل العلاقة، وشنو هي مسؤوليته. ما يعتقدش انه الانسان هو ماشي العلاقة زوجية يعني الطرف الثاني باش يعطيه الحب والحنان والسعادة. راه السعادة من الداخل والمحبة من الداخل، أنا نحب راسي وأنا نسعد نفسي. لو أنا خدمت على راسي وليت قوية مع نفسي راه أنا حفيد نفسي وأفيد الآخر. دكتورة لالا فاطمة الكتاني، يعني لم نمل من حديثكم الطيب الذي يعالج فعلا علاج جذري لدواخل هذه النفس البشرية فعلا المعقدة، لأن عندنا واحد المسألة اللي هي باطنية اللاوعي لما تنوعوش بها واللي يمكن لها تأثر في نجاحنا في علاقاتنا مع أنفسنا مع غيرنا مع ذوينا، وكيفاش نحسن اختيار الزوج ونحسن اختيار كذلك الزوجة واللي هي مسؤولة علينا وهي تعتبر من حقوق الأطفال والنفس ولنفسنا علينا حق، يعني يجب أن نحسن هذا الاختيار. ونتمنى إن شاء الله من خلال هذه الحلقة ومع أن الإسلام يرغب في الزواج، إن شاء الله يكون حسن اختيار الزوج حسن اختيار الزوجة، ويكون واحد نوع من تناسب يعني صهار بين العائلتين، عائلة الرجل وعائلة المرأة، باش يمكن يعطيه واحد النجاح في الحياة الزوجية، ونحاولوا نتلافوا كوقاية من هذا التطليق من أجل الشقاق والطلاقات الكثيرة خصوصا في بدايات الحياة الزوجية، والأطفال لا زالوا صغار ومحتاجين للأب والأم في نفس الوقت. إذا أحبابي المشاهدين الكرام، بعدما تولينا شكر الدكتورة لالا فاطمة الكتاني معالجة نفسية، نشكركم على حسن إصغائكم، ونتمنى ألقاكم في حلقة قادمة بحول الله. دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته.